على رأسهم مبابي، محرز، كامافينغا وكانتي. السبب السري الذي جعل جل نجوم الكرة يقضون إجازاتهم في مراكش هذا الصيف. انتشرت في الأيام القليلة الماضية صور لمجموعة من نجوم الساحرة المستديرة وهم يقضون إجازاتهم بعد موسم طويل وشاق مع أنديتهم ومنتخباتهم، واتضحت بعد ذلك وجهة مجموعة منهم، فهذا اتجه لمايوركا أو إيبيزا الإسبانيتين، والآخر اتجه إلى جزر المالديف أو دبي. لكن هل تعرفون الوجهة الأكثر انتشاراً بين اللاعبين في الآونة الأخيرة والتي حج إليها أسماء كثيرة على غرار كيليان مبابي، إدوارد كامافينغا، رياض محرز، إنغولو كانتي أو حتى إسماعيل بن ناصر؟ عاصمة النخيل والمدينة الحمراء، مراكش المغربية، والتي أصبحت الواجهة المفضلة لمجموعة من أكبر نجوم المستديرة، فما السر خلف ذلك؟ ولماذا بات اللاعبون لا يترددون في الإقلاع نحو المدينة المغربية؟ ما يجب أن تعرفوه هو أن هناك سبباً واحداً مهماً جداً جعل كل هؤلاء اللاعبين يجتمعون في هذه الفترة بالذات داخل المدينة الحمراء. لكن قبل التعرف عليه، دعونا نتعرف على ما تقدمه هذه المدينة الساحرة لزوارها من المترفين. أول عامل يساهم في جعل مراكش قبلة كل هؤلاء النجوم هو قربها من أوروبا، فعلى متن طائرة خاصة لن تستغرق الرحلة من فرنسا، إنجلترا أو إسبانيا أكثر من ساعة ونصف قبل النزول في وجهة مليئة بالدفء، وتمنحهم كل ما تتطلبه العطلة الصيفية: الشمس، فنادق فخمة بخدمات تقارب ما نسمع عنه في حكايات ألف ليلة وليلة، معالم أثرية تعود إلى عشرات القرون، ومطبخ مغربي ثري وغني بأشهى المأكولات. كل ذلك يضاف إلى الخصوصية التي توفرها هذه المدينة لزوارها من النجوم، فظاهرة الباباردزيس غير منتشرة في المغرب كما هو الوضع في الجزر الإسبانية أو الوجهات السياحية الفارهة في أمريكا أو أوروبا، وهو ما يحرم اللاعبين من خصوصيتهم ويزعج عطلتهم بشكل كبير. لكن ما هو السبب الذي جعل كل هؤلاء النجوم متواجدين في نفس الفترة في مراكش حاليا؟ الأكيد أنه ليس لقضاء العطلة فقط. السبب هو أن مراكش تستضيف حاليا مهرجان مراكش للضحك، والذي ينظمه سنويا المغربي جمال دبوز المعروف بعلاقاته القوية بمجموعة من نجوم كرة القدم في أوروبا كزين الدين زيدان، كيليان مبابي، فرانك ريبيري أو إنغولو كانتي. وهم نجوم دائما ما يكونون على رأس المدعوين لمؤتمره، ولا يترددون في القدوم إلى المهرجان وقضاء ثلاثة أيام في ظروف تطبعها روح النكتة، بالإضافة إلى الخدمات المميزة جدا التي توفر لكل هؤلاء النجوم والتي تجعلهم يبدأون عطلتهم بأفضل شكل ممكن. أخبرنا أنت عن رأيك عزيزي المشاهد، هل ستقضي إجازتك في مدينة مراكش إن أتيحت لك الفرصة؟